السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. ابدأي بطبقة من البيسكوت. قومي بطلع الأظافر باللون العنابي. باستخدام الدوتينج تول بالحجم الكبير نقوم برسم نقاط كبيرة متفرقة على مختلف مناطق الأظفر. طبعا نحاول التنويع ما بين أحجام هذه الدوائر حتى تصبح في النهاية شكل واحد ومتناسق. نكمل على باقي الأظافر وبنفس الطريقة. عودة لاستخدام الدوتينج تول، لكن في هذه المرة سنستخدم حجم أصغر من الحجم السابق، وحنقوم بوضع نقاط داخل الدوائر الكبيرة. قد تكون هذه الدوائر في المنتصف أو مائلة إلى الطرف حسب ما نراه مناسبا. طبعا الشكل الذي سيظهر أمامنا وكأنه حلقات تحيط بالدائرة باللون العنابي أو الكرز. باستخدام دوتينج تول بحجم أصغر من الحجم السابق وباستخدام اللون الأخضر نقوم بوضع نقاط نهائية داخل النقاط الزهرية. نكمل وبنفس في النهاية اختمي بطبقة من التوب كوت. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى أن يكون الإعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.